السلام عليكم، كدايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. طولت الغيبه الصراحه، والله الا عرفتي شحال هذا ما سجلت البنات وما درت شي روتين، ولكن ما نعاودش لكم هذه الايام مع الظروف ديال السفر. وعرفتوا هذا السفر سبحان الله ما بغاش يكتب، والله العظيم عرفتوا منين انت وانا مقطعه حتى كيقرب الفول كيمدوا عاوتاني، كل مره كيديروا تمديد عرفتو زعما، ولكن الحمد لله كل خيره، كلت خيره وفيها خيره الحمد لله. مهم البنات، غادي نشارك معكم هذا النهار هذا واحد الروتين خفيف ظريف. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، مهم فيه شي شهيوات زويونين، افكار زويونين وبساطين، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وما تبخلوش عليا الا عجبكم بواحد اللايك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اول حاجه غادي نبدا معكم هو هذا الكيك، هذا واحد الكيك زوين وسهل بزاف. مهم غير الكيك ديال الخلاط، عرفتي انا راه عندي مع الكيك كندير كلشي في الخلاط وصافي. درت هنا ربعة البيضات، درت كاس ديال السكر، كاس ديال الزبادي، درت طانون ديال الفاني ولا ديال البنان، ودرت نص كاس ديال الزيت صافي، ودرت واحد الفاني. عرفتو ولدي هنا يعطيه كيرضح ومخليه تما كيرضح صافي. طحنت كلشي ومشيت هنايا كنغربل الدقيق الفورس صافي. هنايا غادي نغربلو مزيان، وهذاك الخليط ديال الكيك راني خلطتو غادي نديرو في واحد البول صافي، باش غادي نضيف ليه المكونات الاخرين صافي. البنات هنايا غادي نضيف جوج معالق ديال الكوك، جوج معالق كبار. الكوك كيخلي الكيك يكون خفيف وكيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. ويلا ولدي ما بان لي هاد يدير هاد الصوت، بديت انا كنسجل. المهم البنات، ولكن غنخليه ماشي مشكل. المهم البنات انايا بديت كنضيف في الدقيق، نبدا نضيف شويه بشويه. بالنسبه لهاد الكيك هذا غادي ندير فوقه المكسرات، وراكم عارفين لي كيك اللي كديروا فوقهم شي حاجه ضروري خاصهم يجيو شويه الخليط يكون ثقيل واحد شويه، يعني ماشي خفيف بزاف، حيت الا كان خفيف بزاف هذاك الشيء اللي غديروا فوق منه كله غادي يهبط لتحت. المهم هنايا درت جوج ديال الخمارات، جوج بيكين باودر، كل وحده بوزن 7 غرام صافي. وغادي نخلطو هنايا، دزت واحد العصره ديال الحامض، هذا الحامض كيخلي الكيك يجي خفيف. كتزيدوها دائما في الاخر، كاين اللي كيدير الخل وكاين اللي كيدير الحامض، انا شي مرات كندير الخل، غير دابا ما كانش عندي درت الحامض، والحامض الصراحه احسن من الخل، كيعطيه واحد المذاق زوين، وتا هو عنده نفس نفس زعما المهمه ديال الخل صافي. هنايا المول ديالي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق صافي، ودرت الكيك. شوفوا معايا القوام ديال الكيك كيفاش قلت لكم، لي كيك الاخرين العادي اللي ما كندير فوقهم حتى حاجه كيكون الكيك خف من هكذا، اما هذا ما غندير فوقه المكسرات خاص ضروري يكون الكيك شاد راسو شويه، باش الا حطيتي فوقه هذوك المكسرات من يطيب ما كيهبطوش لتحت، كيبقاو شادين راسهم الفوق صافي. هنايا غادي ندير كيف ما قلت لكم مكسرات، درت هنايا اللوز والكركاع والزبيب، ديروا اي حاجه عندكم صافي. وغادي ندخلو الفران، انا ما كنسخنش الفران في الكيك، ندخل الفران غادي نطيبو في الفران ديال الغاز. غادي نشعل، غادي نديرو الفوق في الطبقه الفوقانيه، ودرتو مهيل بزاف صافي، وخليت الكيك يطيب على خاطرو. وهنايا غادي نمشي باش ندير مشيت باش درت البغرير، عندي جوج كيسان ديال السميده رقيقه وكاس ديال الفورس. هاد البغرير هذا كيصدق زوين، ولكن ما نعاودش لكم اشنو وقع ليا فيه انا جايكم للهضره. هنايا درت معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه صافي، وما نعاودش لكم نسيت الملحه ما درتهاش فيه نهائيا والخماره راه هي كنزيدها حتى الاخر. عرفتوا دائما البغرير كنسى فيه الخماره، ما هي كنضيفها حتى الاخر ديما كنساها، هذه المره ما نسيتهاش ولكن نسيت الملحه. هنايا غادي نديروا ثلاثه الكيسان ديال العنبه ونص ديال الماء دافي. بالنسبه للماء البنات، بزاف البنات ما كيصدقش ليهم البغرير بسبب الماء، كيسخنوا الماء بزاف، ملي كتسخنوا الماء بزاف ملي كتخلطوه كطحنوه في المولينكس كيولي بحال فيه بحال مجبد هذاك الخليط، بحال فيه الخيوطه يعني بحال الاستيك واحد شويه، يعني ما كيصدقش البغرير كاع. ديما ديروا الماء يلا كيبغي يبدا يدفى واحد شويه صافي، كتستعملوه بحال هكذاك، ما يكونش سخون وما يكونش بارد بزاف صافي. خلطت هنايا هاد الخليط هذا صافي، وغادي نضيف غادي نديرو في الخلاط الكهربائي صافي، وعاد غادي نضيف الخماره، ما تنساوش الخماره البنات صافي. هو هذا الخليط ديالي كما كتشوفوا.
هاد البغرير، هذا المقادير ديال ماما كدير هي. هاد البغرير كيصدق ليه زوين. انا كنت كندير واحد البغرير كنت شاركته معكم في القناه، توا كيصدق واعر، فيه غير معلقه وحده ديال الفورص، ولكن مؤخرا وليت كندير هذا توا ولا كيصدق ليه زوين. صافي البنات خليته يرتاح 5 دقائق، حيت دابا الحال بارد، خليته 5 دقائق كيف ما قلت لكم. الا كان الجو سخون البنات خليه 2 دقائق 3 دقائق، المهم ما كيبغيش يختمر بزاف. كيف ما قلت لكم نسيت الملحه وزدتها في الاخر، حتى بغيت نبدا نطيب فيه وتفكرت بانني ما درتش الملحه وزدتها فيه وخلطته واحد شويه غير بهذيك المعلقه. صافي خلطته شويه وبديت كنطيب فيه. عرفتوا شنو وقع لي؟ الحاجه اللي بغيت نقول لكم، ملي كنت طحنته وخليته كيخمر في المولينكس كيرتاح هذيك 5 دقائق، جاء احمد ولدي هو يدور لي المولينكس وعاود طحنه عاوتاني. عرفتوا ما نعاودش ليكم. صافي وخليته عاوتاني اختامر. اما هو ما كيجيش الصراحه بحال هكا، كيجي احسن من هكذا بزاف. شوفوا واحد الفيديو كان درتو فيه واحد الروتين، راه نفس المقادير ديال هادو، عرفتوا جابها ليا حتى لاخر لحظه. عرفتوا هذيك القضيه ملي البغرير كيخمر وكتعاودوا عاوتاني تطحنوه، صافي كيخسر. والحمد لله انه صدق ليا بحال هكذا والله. صافي البنات هنايا في البغريره الاولى راه ما سرعتهاش باش تشوفوه كيفاش جا، وهادي هادو سرعتهم باش ما نبقاوش هنايا. صافي البنات كملت البغرير كامل، كيعطي تبارك الله كميه كبيره. صافي هنايا غادي نغسل البوطه ديالي، غادي نرش عليها واحد البرودوي. هاد البرودوي هذا كتاخذوا ماما كتشريه، زوين زوين بزاف البوطه والكاع، المهم ديغريسو. كترشوه على البوطه وعلى البلاصه اللي بغيتو تنقيوها وتخليوه بما قضيتو شغل اخر. صافي ملي كتجيو كتلقاوها رطابت كتغسلوها. صافي هنايا غادي نشارك معكم واحد الوصفه طبيعيه للبشره بالخميره البلديه. عرفتوا البنات الخميره البلديه، انا اول مره سمعت الخميره البلديه للبشره جاتني غريبه، ولكن راني استعملت شحال مره. دائما الوصفات الطبيعيه كنستعملها انا الاولى، وشحال من مره، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، حتى كنعرف انها فعلا زوينه للبشره عاد كنشاركها معكم. هنايا درت معلقه ديال الخميره البلديه، راكم شفتوا ما عامراش بزاف، معلقه ما عامراش بزاف ديال الزبادي، ومعلقه صغيره ديال دقيقه ديال الشعير. دقيقه الشعير البنات راه زوين زوين للبشره. صافي هنايا غادي نخلطوهم. بالنسبه للخميره البلديه عرفتي راه قريت عليها، عندها فوائد كثيره كثيره للبشره والشعر حتى هو. غادي نجربها دابا، جاني البرد صراحه، هي يسخن الحال ان شاء الله، وغادي نبدا نديرها ماسك لشعري ولا وصفه كتخلط مع مكونات اخرين، وغادي نجربها ان شاء الله، ولا عطاتني نتيجه زوينه غادي نشاركها معكم. صافي هنايا كتخلطوه وكتطبقوه على بشره تكون نظيفه، تكونوا ديجا درتو ليها واحد الكوماج ونقيتوها مزيان. صافي وكديروها لوجهكم، كتخليوها 20 دقيقة تقريبا بما تحسيتو بها تشربات مزيان. صافي وكتغسلوها عادي بالماء دافي ولا بالماء بارد. انا كان في الاول كندير ماء دافي شويه ومن بعد كندير الماء بارد. صافي البنات وهنايا جات المناسبه باش نشارك معكم هاد لاباري. هادي كنظن بزاف الناس كيعرفوها، واللي ما عارفهاش غادي نشاركها معاه ونوريكم علاش كتصلح. هادي كتصلح لتنظيف البشره، هاد لاباري هادي زوينه 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 البنات. اللي ما عندهاش البنات تشريها، حتى الثمن ديالها راه ما غاليش بزاف، فيها ريوسه بزاف كما كتشوفوا معايا. كل راس كيتستعمل منطقه، بحال مثلا المنطقه اللي ما بين هذوك القنات ديال الانف كيكونوا صغيورين، يعني صعب باش انهم يداروا، كيديروا لهم واحد الراس خاص بهم. وهنايا كاينين دوك البونجات اللي كيتبدلوا، فيما كتوسخ البونجا كتبدلوهم. صافي كتخدم بالشارجور ماشي بالحجر، هذه احسن حاجه فيها، شارجور العادي. صافي وكتخدموها وكديروا الدرجات اللي بغيتو. هنا مع داك الضو ما بانش داكشي اللي في داك ليكرون الصغيور، كديروا الماكسيموم ولا كتنقصوا. هنايا نقصت، شوفوا معايا كيفاش كتجر عرفتي، كتخرج لي بوين نوار لي بوين بلون.
عفوا لي بوين بلون ماشي النواخ، النواخ راكم عارفين صعيب باش يتحيدو، ولكن راه عرفتو داكشي اللي كتخرج بزاف، سورتو انا عندي لي بوين بلون في النيف ديالي، عرفتو ملي كنديرها راه كتخرج ليا بزاف وكيولي النيف نقي، والمهم كنديرها الوجه كامل كتنقي، وكنديرها خصوصا ملي كنكون خارجه من الحمام، يلاه دوشت ولا مشيت الحمام كيكونوا المسام محلولين والبشره كتكون رطبه، يعني ساهل باش انك تنظفيها. صافي البنات، هنايا غادي نشارك معكم الغداء ديالي، واحد التتبيله ديال الدجاج، واحد الدجاج خطير البنات، زوينه 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 بزاف. هنايا درت ثلاثه الفصوص ديال الثومه مع شويه ديال الزعتر، معلقه عامره معلقه صغيره عامره مزيان ديال السكينجبير اللي هو الزنجبيل، شويه ديال الملحه، وغادي ندير جوج معالق صغار عامرين ديال الخردل ولا لا موطارد، وغادي ندير معلقه صغيره ديال الهريسه ولا اي صلصه عندكم حاره. صافي هنايا وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبادي الطبيعي، كنخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان. عرفتوا هاد التتبيله، هاد لاصوص هادي ولا هاد التتبيله زوينه للدجاج، كتستعملوها في اي نوع ديال الدجاج، الدجاج ديال الشوايه اللي بغيتوا تشويوه ولا ديال الفران ولا بحال الستيك حتى هما، عرفتوا كتبنن الدجاج كتجي بنينه، جربوها البنات وردوا عليا. صافي هنايا غادي نزيد واحد العصره ديال الحامض، غير شويه قطيرات ديال الحامض في الاخر. صافي وغادي نجيب الدجاج ديالي اللي كنكون ديجا غسلته. بالنسبه لهاد التتبيله كل ما بقى فيها الدجاج بزاف كل ما كتجي زوينه، يعني كيتجي الدجاج شارب هذيك هاد لاصوص هادي ولا هاد التتبيله. انا هنايا ما خليتهاش الصراحه بزاف، ما المهم ما كملاش حتى نص ساعه، ولكن واخا هكا كتجي زوين. نتوما الا كان عندكم الوقت بغيتو تبيتوه فيها ليله كامله خليوه، يعني اللي بغيتو على حسب يعني الوقت اللي عندكم. صافي كنحاولوا ندخلوها مزيان الدجاج ما بين الجلده، المهم بحال كنديروا ليه واحد الماساج بهذيك لاصوص ولا بهذيك التتبيله. صافي وكنخليوه جانبا كيف ما قلت لكم، غنخليه واحد شويه. صافي البنات غادي نرافقوا بطاطا في الفران. اختاريت هذيك بطاطا صغيورين، عندي هاد البطاطا البيضاء الصغيره، المهم اي بطاطا عندكم. صافي غادي نقيها وغادي نوجدها باش غادي نطيب الدجاج هو الاول، غنخشيه في الفران حتى كيبدا يدخل الطياب، عاد كندخل معاه بطاطا باش ملي كيوجد الغدا كيوجدوا بجوجهم في مره، يعني ماشي حتى كيوجد الدجاج وكنخرجوا ولا نخشيهم بجوج في طاقه واحده، غادي تطيب بطاطا هي الاولى وغادي تبرد. صافي هنايا درت وريقات، ماشي وريقات، المهم واحد جوج عريشات ديال اليازير، كيعطيو واحد البنه زوينه في الدجاج وفي البطاطا ديال الفران، وكتعجبني المذاق ديال اليازير الصراحه. هنايا البنات ما عنديش الورق ديال المطبخ، ضروري ديروه قبل الالومنيوم، راكم عارفين الالومنيوم ما كيصلحش نديروه مباشره للطبخ ديالنا. صافي البنات هنايا غادي نوجد، حيت هذاك البغرير اللي كنت وجدت خليته غير فوق البوطاجي في هذاك المنديل وغطيته. صافي دابا بغيت نقاد التبصيل ديالي باش نحيده هو والكيك. في الجوع صافي البنات والكيك ديالي شوفوا معايا، حيت كيف ما قلت لكم خليته في الفران، ملي بغيت ندخل الدجاج كنت خرجته من الفران وعرفتين قاست عليه وطابع على خاطره. عرفتوا ما نعاودش لكم شحال جا زوين، غير ما قطعتوش حيت هاد الكيك ماشي لينا للدار، غنديو عند واحد الناس ان شاء الله، داكشي باش ما قطعتوش. غادي ندير فيه ندير من فوقه شويه ديال السكر كلاصي، شوفوا معايا خفيف، واخا العجينه ديالو درتها يعني ثقيله واحد شويه، ولكن هذاك الكوك وهذاك الحامض اللي كنضيف في الاخر كيجيبوا العجين كيجيبوا الكيك في الاخر خفيف.
صافي درت عليه غير شويه ديال السكر كلاصي صافي. وهنايا غندير شويه ديال العسل مع البغرير، راكم عارفين البغرير مع العسل، العسل شي حاجه مهمه مع البغرير. صافي البنات، هنايا البطاطا ديالي غادي نقطعها على 4. بالنسبه لهاد بطاطا الفران من الاحسن ما ديروهاش رقيقه بحال لي فخيت، ديروها بحال هكدا على غليظه شويه. صافي، وغادي ندير فيها غير شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نسمها باليازير. صافي، خلطت هذيك البطاطا مع المكونات ديالها وخليتها جانبا حتى كيقرب يطيب لينا الدجاج، عاد كندخلها كطيب حتى هي. صافي، في هذا الوقت هذا البوطه ديالي راه ماشي غرطابت، راه شبعات رطوبيه. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا كنغسلها. غادي هذوك الجنيبات الصغيورين بقاو لاصقين فيهم شي حاجات بحال هكداك، غادي ناخذ واحد شويه ديال الجيكس باش غادي نحكهم، ولكن عامه يعني نقيه. هذاك البرودوي راه كيعاون بزاف البنات، انا كنصحكم به، كنصحكم باي ديغاسون. المهم انا كنظن بزاف ديال الناس يعني باش كيسهلوا عليهم الشقه، راه كي سورتو هذا الشيء ديال البوطه وداك الشيء، يعني ماشي كيبقاو واحدين معاهم في الحكان وداك الشيء، ضروري يمشي ديغاسون، هو كيسهل علينا الشقه ديال البوطه. صافي البنات، دابا غنشارك معكم مكرونه اللي غادي نرافق بها داك الدجاج. هاد المره هاد النهار هذا درت الغدا بدون خبز، بلي بات وبطاطا ودجاج، يعني ماكله ناشفه بلا خبز. صافي، خديت هنايا 3 ديال الحبات ديال الطماطم، ما حيدتش ليهم الجلده ديالهم بجلده ديالهم، كنديرهم في الخلاط، نضيف ليهم 3 الفصوص ديال الثومه وواحد فلفله حمراء صغيره. صافي، كنضيف ليهم الماء، واحد شويه ديال الماء ما كنكثروش، وصافي وكنطحنوهم. دابا غادي نمشي باش نوجد لاصوص، هي هذه اللي طحنت. غادي ناخذ المقله ندير فيها شويه زيت الزيتون، صافي وكرمي لاصوص ديالي، كنغطيها وكنخليها حتى كتبدا تنشف واحد شويه، كتبدا تغلي وكتنشف واحد شويه، عاد كنبدا نضيف ليها المكونات الاخرين. بالنسبه للمكونات غادي نضيف الزعتر، انا كيعجبني الزعتر في لي بات، اذا ما كيعجبكمش ما ديروش، مهم عندي انا الزعتر شي حاجه مهمه. درت الملحه والبزار، صافي، وندير شويه ديال الفلفله حاره، هذيك الفلفله الصغيره ما بغيتوش الحار ما ديروهش. بالنسبه لهاد المكرونه اللي غنشارك معكم البنات، هذيك المكرونه العاديه العاديه. صافي، هنايا كيف ما كتشوفوا معايا لاصوص نشفات، كنزيدها زيت الزيتون باش كتشحر لينا هذيك لاصوص وكتجينا زوينه وبنينه. صافي، في هذا الوقت هذا درت الماء كيسخن كيغلي باش ضفت ليه المكرونه. صافي، وغادي ندير الملحه وشويه ديال زيت الزيتون، صافي، وغادي نخليها تغلي يعني طيب. بالنسبه للمكرونه ما غاديش نطيبها بزاف بزاف، غير كيبدا الطياب كنطفي عليها. انا الصراحه ما كنبغيش لي بات يكونوا طايبين بزاف، كنبغي لي بات يبقاو شادين راسهم مزيان، حيت غادي نخليها تبقى تشحر مزيان في هاد لاصوص هادي، ماشي غير كنخلطها بها صافي واجدة، لا، كنغطيها وكنخليها تبقى كتشحر فيها. داكشي باش قلت لكم الا بغيتو تجربوها ما تطيبوهاش ما تسلقوهاش بزاف بزاف.
صافي وضفت واحد العريش ديال اليازير. المهم الغدا ديالي اليوم بمسانده اليازير، درتو في البطاطا ودرتو في الدجاج ودرتو في لي بات. المهم اليازير البنات راه صحي بزاف بزاف وزوين المذاق ديالو، انا بعدا كيعجبني بزاف. صافي في هذا الوقت هذا ماما كانت كتغسل في الدجاج حيت كنا جبنا الدجاج منو هاد الدجاجه هادي اللي درت. ماما بيتاتهم في جبناهم بحال النهار اللي قبل، وبيتاتهم ماما في الملحه وفي الرنج. المهم الدجاج كيتغسل بالرنج كيعطي واحد المذاق. الرنج هو هذاك الليمون الحار كيعطيه واحد المذاق احسن من الحامض. جربنا هادي، كنجربوا الحامض بزاف ولكن هاد المره جربنا الرنج، عرفتي عطاه واحد المذاق زوين. صافي البنات هنايا لقيت واحد الوريقه ديال هذاك البابي كويسون، واحد الوريقه صغيره كيف ما كتشوفوا هاد الصينيه راه غير صغيره، عرفتوا؟ بقيت كنقلب عليها حيت البطاطا الا ما درتوش ليها بابي كويسون كتلصق كامله في الصينيه واخا كدهنوا الصينيه. صراحه جربتها شحال من مره كندهنها بالزبده، مع ذلك كتلصق ليا البطاطا فيها حيت انا كتعجبني البطاطا تكون محمره مزيان. صافي البنات دابا غادي نخشيها حيت لقيت الدجاج صافي قرب يطيب، تقريبا طاب. دخلت بطاطا صافي وها هو الدجاج ديالي، شوفوا معايا كيفاش جا. البنات راه باقي ما وجد، باقي ما حمرتوش، بغيت نقول لكم كيفاش طاب زعما كيفاش الطياب ديالو. صافي طايب، دخلوا الطياب مزيان مزيان. غادي نحيد ليه بابي الومنيوم صافي وغادي ندخلو يتحمر. غادي يتحمر، ما كندهنو حتى شي حاجه، ديجا هذيك التتبيله اللي درت ليه صافي كتحمرو هي بالتتبيله وديال التحمر وديال كلشي. صافي هنايا لي بات ديالي وجدات، خليتها تشحرات مزيان. صافي وغادي نبدا نحط الغدا ديالي في هذا الوقت هذا، غادي نتغداو، غادي نوريكم الدجاج كيفاش جا. شوفوا معايا محمر وناشف، عرفتي انا كيعجبني الدجاج يكون ناشف وكيعجبني يكون محمر مزيان، عرفتوا؟ جربوا هاد التتبيله البنات غادي تعجبكم، انا متاكده غتعجبكم، عرفتوا؟ زوينه 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 بزاف. صافي البطاطا ديالي هيا البنات كيفاش جات، حتى هي كتجي زوينه يعني عوض ما نديروا هذيك الفخيط مع الزيت، وراكم عارفين دابا يعني الصحة وداكشي. واخا شي مرات كنتشهاها الصراحة وكنديرها، ولكن واحد كياكلها هو مرتاحش، ماشي بحال هاد البطاطا هادي ديال الفران. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، كنتمنى تجربوا البنات الوصفة والماسك ديال هاد الوصفة هادي ديال الخميرة بلدية، راه زوينة 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 بزاف. بالنسبة للخميرة بلدية البنات ان شاء الله غنحاول نشاركها معكم على الطريقة ديال التصايب ديالها اللي ما كيعرفش ليها. هي كتصايب بزاف ديال الحوايج، كاين اللي كيصايبها بالماء ديال الفول، كاين اللي كيصايبها بالماء ديال الحمص، كاين اللي كيصايبها بالماء ديال التمر، يعني كاينين طرق كثيره. ان شاء الله غنحاول نشاركها معكم في فيديو مقبل ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنتمنى لكم يوم سعيد والى الفيديو المقبل ان شاء الله.